السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم النحل الأبي والصفحة على الفيسبوك تربية النحل ولاية سطيف الجزائرية. إذا تحياتي للجميع، وكذلك عيدكم مبارك مسبقا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. في هذا الفيديو سنقدم لكم نصائح وإرشادات تخص الشهر 4 أو الشهر أفريل. يعتبر شهر أفريل من بين الأشهر المهمة جدا للنحل، كيف لا، وهو شهر النشاط والتكاثر وتطور النحل، وكذلك هو شهر الاعتناء بالنحل والتقسيم، وكذلك تربية الملكات، وكذلك إنتاج الغذاء الملكي، جمع حبوب اللقاح. إذا يعني من خلال كل ما ذكرنا يمكن للنحال أن يتحكم في المنهج تاعو، وذلك باستغلال الوقت وكذلك القيام ببعض الأعمال التي من خلالها المحافظة على النحل والاستفادة منه. إذن الأعمال سأذكرها لكم يعني نقطة بنقطة، تابع للأخير حتى يعني تأخذ المعلومات الكافية. إذن واحد، فحص الخلايا وخاصة الخلايا القوية وكذلك الخلايا بعاسدات، يستحسن الفحص مرة كل 5 إلى 6 أيام مع تخريب البيوت الملكية إذا وجدت بعد تأكد من وجود الملكة أو البيض. ويجب أن يكون الفحص دقيق في العاسلة وفي صندوق تربية، يعني في بعض الأحيان النحال يفحص العاسلة ويترك صندوق تربية، وصندوق تربية فيه بيوت ملكية أو مثلا هذه تدخل كلها في الاستهزاء. ثانيا، العمل على استفادة من الخلايا التي وصلت إلى 10 إطارات، سواء بنزع طرود من هذه الخلايا القوية أو وضع العاسلات. طريقة معروفة برفع إطارين حضنة مغلقة بالنحل، ما ويمنع وضع الحاجز الملكي في يوم وضع العاسلة، بل يوضع الحاجز الملكي بعد 15 يوم أو 20 يوم من وضع العاسلة. قبل يعني وضع الحاجز الملكي ننزل البيض واليرقات وننزل الملكة ونوضع الحاجز الملكي، هذا بعد أيام من وضع الأسئلة. ثالثا، اعتناء بالتقسيمات الجديدة بإعطائها حضنة مغلقة على وشك الفقس للتسريع من وتيرة التطور، وكذلك يمكن كذلك إعطاء للتقسيمات إطارات مبنية، هذا كله يدخل في سرعة التجهيش أو لتسريع تجهيش النحل. إذا كانت طبعا عندك إطارات ممطوطة أو مبنية، وإذا كنت لا تمتلك هذه الإطارات تستعمل شمع الأساس وتقدم التغذية السائلة لكي يتطور الطرد يعني بسرعة. كذلك رابعا، الحرص على عدم الإكثار من فحص التقسيمات الجديدة، خاصة بعدما تخرج العذروات، يعني عندما مثلا تقسم وتخرج العذرة أنقص من مرات الفحص، يعني مرة كل أسبوع، كل 6 أيام، كل 5 أيام تكفي، لأن حتى النحال عند الإكثار من فحص التقسيمات يكون سبب في عدم تلقيح الملكة، وهذا طبيعي جدا. كذلك الاستفادة، محاولة الاستفادة قدر المستطاع من بيوت التطريد، إذا كانت مثلا عندك بيوت تطريد في المنحة تستفيد منها في تقسيمات، وكذلك تعالج بها التكذيب. كذلك الاستفادة من بيوت الملكية الخاصة بالتقسيمات لربح الوقت، نعرف أن فصل الربيع قصير جدا. خامسا، عدم نزع التشتية في المناطق الباردة إلى غاية الأسبوع الأخير من الشهر الرابع، يعني ما نهاية شهر 4 أو شهر أفريل نزعوا التشتية، الإبقاء على التغطية الخفيفة بالنسبة للخلايا التي بعاسلات، خاصة الخلايا اللي فيها حضانة في العاسلة، وكذلك وضع التغطية للطرود الجديدة لمساعدتها في النهوض أو التطور، يعني حتى التغطية الخفيفة التي نغطي بها الطرود أو تقسيمات جديدة تكون سبب في زيادة تطور التقسيم، لأن هناك في شهر 4 أو شهر 3 مثلا أو شهر 4 حتى بداية شهر 5 في بعض المناطق الباردة هناك تيارات هوائية باردة. ستة أو سادسا، تقديم التغذية السائلة ماء وسكر مع بعض الأعشاب المفيدة للنحل مثل الشيح وكذلك الميرامية، النعناع، كذلك الدرسين، أو استخدام الليمون أو خل تفاح. لا يجب إخلاط أو إخلاط يعني الأعشاب هذه كلها مع بعض في المحلول السكري، يعني تدير برنامج كل أسبوع أو 15 يوم تقدم النحل مثلا شيح، منقوع شيح أو منقوع أو مغلى الزعتر
او مثلا الليمون او خل تفاح طبيعي او الدارسين او الميرامية الى اخره من اعشاب مفيدة للنحل، المقادير 2 لتر مع 1 كيلوغرام سكر. بالنسبة للنقطة السابعة، وضع المصائد للخلايا القوية التي بها مخزون كبير في حبوب من حبوب اللقاح في الإطارات. يعني من غير معقول مثلا عندك خلية بأربعة خمس إطارات وتثبت لها المصيدة، هذا يعني عمل يسبب ضرر للنحل. إذن المصائد توضع للخلايا القوية حتى ولو تكون بعسيلات، يعني تستطيع أن تضع لها المصيدة، أو مثلا خلية ما بين ستة أو نعم ما بين 7 إلى 10 إطارات، يعني تكون قوية، يعني فوق المتوسط إلى قوية. ثامنا، تقسيم الخلايا التي قامت ببناء تطريد عند عدم وجود الملكة، خاصة أثناء خروج الملكة الأولى. مثلا أنا كان حال جيت نفحص وجدت أن الخلية بعسلة أو مثلا على 10 مكتظة قامت ببيوت ملكية، هناك عذروات بدأت بالخروج، وكذلك بعض البيوت مثلا قبة البيت تكاد أن تخرج منها الملكة. هنا نعرف أن خلاص يعني برمجت الخلية، برمجت للتطريد. قسمها مع الإبقاء في بيتين فقط في كل تقسيم، يعني لا تترك 4 أو 5 بيوت، لأن حتى وتقسم ستقوم الخلية بالتطريد الطبيعي. هذه كذلك ثامنة. تاسعا، نزع المادة الموجودة في أبواب الخلايا القوية. مثلا إذا كانت عندك خلية قوية وأنت تضع قطعة خشب أو إسفنجة أو كرتون أو إلى آخره من مواد التي تنقص من أبواب الصروح، تبدأ بالفتح على الخلايا القوية. خلايا القوية، أما الخلايا المتوسطة ولا ضعيفة تترك الباب يعني كما هو إلى غاية اعتدال الحقيقي لدرجات الحرارة. هذا بالنسبة لتاسعا. عاشرا، إضافة نوعية جيدة من الشمع سواء أساس أو ممطوط للخلايا. يعني بعض الأحيان النحال عندما تكون لديه مثلا بدأت الخلايا تتطور يعني بشكل سريع، يبدأ بوضع الإطارات هكذا عشوائيا، يعني مثلا يأتي بإطارات شمعها رديء، إطارات أساس، أو مثلا يضيف إطارات ممطوطة أو مبنية وشمعها كذلك مسود قاتم يعني غير جيد. إذن التخلص من الشمع المبني أو الممطوط المسود الذي يضر النحل. يعني دائما الشمع هو الناقل الأول للأمراض، حذاري اختيار الشمع الجيد سواء للخلايا يعني في صندوق تربية أو للطرود. كذلك محاولة دائما كذلك رفع الإطارات القديمة للعسيلة وترك الإطارات الجديدة، يعني استبدالها بإطارات جديدة أساس. مثلا أنا عندي خلية حبيت نديرها للعسيلة، نرفع إطارين حضنة مغلقة ونحط أساس، وبعد أيام راح يبني لي النحل الشمع، ثم نستطيع إضافة إطارين أو رفع إطارين مرة ثانية وإضافة أساس، بالتالي تكون قاعدة الخلية وصندوق تربية فيه شمع جديد خالي من الأمراض. إن شاء الله تكون هذه النصائح قد فادتكم أو استفدتم منها. إلى اللقاء وصحة عيدكم، واللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أغيثا نافعا للأضرار. اللهم إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع. إلى اللقاء في فرصة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.